أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. في المستهل استعرض رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ملامح التجربة الجزائرية ضمن الديناميكية الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي، وذلك في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمام المشاركين في الطبعة الثانية من حوارات إفريقيا حول الازدهار في مدينة أبوريل غانيا. رئيس الجمهورية أكد أن منهج الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي منهج واضح وثابت يستند إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد تقوم على ثلاثية الأمن، السلم والتنمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجه القارة، وتؤكد سيادة البلدان وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر. السيد رئيس الجمهورية أكد أيضا أن الجزائر تبنت ونفذت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين. وفي هذا السياق أشار رئيس الجمهورية إلى عدد من المشاريع الحيوية المشتركة مع القارة، كمشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر والميناء الكبير الجزائر وسط الحمدانية، وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا. من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ناضلت من أجل استقلال القارة الإفريقية وتحررها من كل أشكال التبعية والاستغلال، وتؤكد دائما دعمها للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضية فلسطين والصحراء الغربية. إن الجزائر وإيمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي انخرطت فعليا وبكل قوة في المساعي الرامية إلى إصلاح الاتحاد الإفريقي وجعله مواكبا لتطلعات الشعوب الإفريقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع المبادلات البينية في القارة. وفي هذا السياق وقعت الجزائر بتاريخ 21 مارس 2018 بكيغالي رواندا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى البروتوكولات الثلاثة المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات وفض النزاعات، وشرعت رسميا في إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية القارية بتاريخ 28 فبراير 2020 لتصدر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قانونا متعلقا بالتصديق على الاتفاقية المنشئة. تلتزم الجزائر بدعم التنسيق والتعاون مع البلدان الإفريقية على مختلف الأصعدة، ولا سيما من أجل تحقيق الأمن والحفاظ على السلم والاستقرار في القارة، وذلك من خلال دورها المحوري في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة. وتواجدها ودعمها لمختلف هياكل التعاون الأمني الإفريقي، حيث تستضيف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الذي يسعى إلى توجيه جهود مكافحة الإرهاب وتنسيقها في مختلف أنحاء إفريقيا. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء المقبل، وهذا لإعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة لاهاي والذي أقر إجراءات احترازية لحماية الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. التفاصيل مع نجوى جدي. معركة سياسية كبرى تقودها الجزائر في أروقة مجلس الأمن الدولي منذ توليها العضوية غير الدائمة فيه لوقف العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة وتكبيل كل مخططاته الإجرامية، مع صور صادمة على الشاشات. فبعدما نجحت الجزائر في استصدار قرار ضد تهجير الفلسطينيين صوت عليه بالإجماع، هي ترفع قرارات محكمة العدل الدولية ضد هذا الكيان لتفعيلها في مجلس الأمن الدولي دعما لجهود دولة جنوب إفريقيا بأمل فرض إجراءات عقابية على الاحتلال الصهيوني. ما حدث مساء الأمس يعطي طريق أمل بأنه بالفعل بالإمكان أن ينفذ القانون الدولي على هذه الدولة، دولة الاحتلال، التي منذ العام 1948 لم تهتم يوما بالقانون الدولي.
دعوى الجزائر لعقد اجتماع في مجلس الأمن جاءت بأمر من السيد الرئيس للبعثة الجزائرية في الأمم المتحدة التي باشرت إجراءاتها فورا. السفير عمار بن جامع قاد مشاورات مكثفة تحضيرا لهذا الاجتماع على المستوى المصغر مع ممثلي كل من دولتي فلسطين وجنوب إفريقيا أو على مستوى المجموعة العربية بنيويورك التي أعربت كلها عن مساندتها الكاملة لمقترح الجزائر. كما تقرر طرح مشروع قرار لمجلس الأمن على ضوء المستجدات القادمة من لاهاي. موقف آخر للتاريخ تؤكد من خلاله الجزائر بأن لا أحد له حصانة فوق القانون الإنساني الدولي، وهي الخطوة التي لاقت إشادة إعلامية ودعما واسعا دوليا. شكرا للرئيس تبون على هذه المبادرة وعلى هذا الإصرار بالذهاب إلى مجلس الأمن، وخاصة أن يوم الأربعاء القادم سيكون موعد مجلس الأمن مع جلسة جدية للنظر للنظر بهذه المسألة. وأعتقد أن وجود الجزائر في مجلس الأمن الدولي سيخدم كل القضايا العربية بما فيها القضية الفلسطينية. الجزائر تتحرك لتفعيل الصيغة التنفيذية للقرارات. ما سألتوني قبل قلت لكم الجزائر راهي أفعال مش أقوال. أفعال. هذه الدولة هي دولة أبية، دولة ذات عندها مبادئ لا تحيد عنها، والحب من أحبه وكره من كره. اجتماع مجلس الأمن المقبل يندرج في سياق مبادرة الرئيس تبون الذي كان سباقا إلى الدعوة للجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية، ما يؤرخ لنهاية الإفلات الدولي من العقاب ويفتح مواجهة حادة للكيان مع الهيئات الدولية. وبالأراضي الفلسطينية المحتلة ولليوم الرابع عشر بعد المئة، لا تزال آلة ودمار الصهيوني تحصد المزيد من أرواح الأبرياء في عدوان همجي متواصل على مناطق متفرقة من القطاع، حيث استشهد فجر اليوم عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي في كل من خان يونس وحي تل الهوى بمدينة غزة، كما ارتكب الاحتلال 18 مجزرة بحق عائلات راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. هذا فيما لم يتمكن الأهالي من دفن 30 شهيدا في مجمع ناصر الطبي بسبب الحصار المفروض عليه. من جهتها تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على عدة محاور كبدت فيها العدو خسائر فادحة، في حين تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات واشتباكات بكل من الخليل وطوباس وبلدة القباطية بجنين ونابلس، وذلك وسط دعوات لوقف إطلاق النار ومطالبة المفوض العام للأونروا الدول التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها. وإطالة أمد الحرب يعمق من مأساة الفلسطينيين النازحين داخل الخيام والتي لم تصمد بسبب الأمطار وقساوة الطقس. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد ينقل لنا من رفح جانبا من معاناة الفلسطينيين في مخيمات النزوح. نعم، هكذا هي الأجواء في قطاع غزة وفي مدينة رفح، أجواء ماطرة وأثرت على كافة اللاجئين الفلسطينيين هنا الذين يعيشون في هذه الخيام البسيطة والهشة، ومياه الأمطار دخلت على الكثير من هذه الخيام وغرقوا في وحل العذابات، وذلك بعد أن نزحوا إلى أقصى جنوب القطاع. شو عندكم صار؟ انتلوا كل فراش مية، كل هذه كانت تعبر مية، دق الصبح الخشب هذا عشان إيش؟ عشان ما تسيلش مية، وبس كل خروج الشادر حيدخل مية. يعني سندخل هذه الخيمة لنرى أحوال المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا من الشمال ومن الوسط إلى الجنوب لكي نرى ماذا يجري معهم. السلام عليكم. غرقنا فهم، تتخيل هيك، شوف شوف يعني شوف المية كيف غرقنا من الناحية هذه، جينا هنا يعني شوف احنا غرقنا هنا لأن الفرشات يعني من مش ولا دقيقة، لأن لا كله مية نزلت علينا، مية كتير على الفاضي، دقينا خشب وعملنا على الفاضي، كله يعني كله تعب حياتنا صارت. يعني عائلة فلسطينية أيضا غرقت بمياه الأمطار، وقفنا لقينا كله الفراش مية، شو هذا الحرام تحت الفراش احنا حاطينه وصل المية،
حتى الفراش كله مية والله، مش عارفة كيف نصرف، فيش شمس. هذه عائلة فلسطينية تعيش في هذه الخيمة الصغيرة التي يعني ربما لا تتسع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر مع طفلهم. أنا من امبارح لهالقيطة مش نايم عشان أدفي بنتي الصغيرة من البرد والمطر اللي بخش علينا. يعني أنا ما بديش ولا كابونات ولا أي إشي من العالم، أنا بس بدي إن أنت تحلونا تشلونا من هالأزمة اللي إحنا فيها. يعني نتكلم أيضا هنا عن أم فلسطينية لديها طفل رضيع في هذه الخيمة وسط هذه الأجواء الماطرة والغرق في مياه الأمطار. كيف عشتي وتعيشي أجواء سوء الأحوال الجوية داخل الخيمة؟ والله يعني الليلة المطر اللي إجا خلى الطفل يعيا، هاي الطفل تعبان من المطر من البرد من يعني كانوا نايمين بأمان الله الخيمة مع الشتاء وقعت، هاي الطفل العية يعني من السقع والبرد. يعني بالناشد أي مؤسسة أي مكان له علاقة أنه يوقف الحرب على غزة معي إبادة الناس، المجاعة انتشرت، أمراض انتشرت، وقلة بامبس كمان فيش، يعني بامبس كله مقطوع وغالي الإشي. يعني بالناشد أنها تقف الحرب بشكل عام وخلص بعدك كل شيء بنحل إن شاء الله. هذا الحاج الفلسطيني يؤكد لنا أنه غرق في الليلة الماضية، كل الملابس التي يرتديها هي مبللة بالمياه وقد غمرتها المياه. هذا حال الفلسطينيين في فصل الشتاء ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في موضع آخر، ترأس الوزير الأول نذير العربوي أمس اجتماع للحكومة خصص لتقديم عروض قطعية حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للسلك الأئمة والقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر المنصرم على أن يتم الفصل فيها خلال شهر فبراير المقبل. كما تناولت الحكومة عددا من مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذلك الإجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من 5 سنوات لاستعمالها في أعالي البحار. في عرض شرفي وتاريخي بالإعلان عن إنشاء المسرح الوطني المحترف للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، احتضن أمس المسرح الوطني محي الدين باشطرزي أول مسرحية اشتغل فيها ممثلون وتقنيون من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بشكل احترافي بعد أن تلقوا تكوينا مهنيا من قبل مجموعة من المؤطرين الجزائريين. العرض جرى بحضور وزير الاتصال محمد العقاب ووزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي ووزير الثقافة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية موسى سلمى العبيد وسفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والثقافة والتكوين المهني إلى جانب شخصيات وطنية وممثلين وناشطين داعمين للقضايا العادلة في العالم. التغطية لعبد السلام حبس. الخطوة الأخيرة مسرحية جسدت معاناة الشعب الصحراوي بمشاهد عبرت عن القضية العادلة لإسماع صوتها على المستوى الدولي بالقوى الناعمة كأحد سبل الكفاح الثقافية. وحنا تيمنا من فرقة جبهة التحرير الوطني اللي كانت دافع عن القضية الجزائرية، قلنا لما لا أننا أيضا نساهم في إنشاء فرقة مسرحية محترفة لي أيضا دفاع عن القضية الصحراوية في المحافل الدولية. لمسات كانت موجعة ولكنها لمسات رائعة كانت، وذكرتنا بالماضي الذي مر به أبائنا وجدودنا وجميع العائلات ومعاناة الشعب الصحراوي إلى حد الآن منذ 50 سنة مزلنا في هذه المعاناة، وكانت تجربة رائعة. نعرف القضية هذه الصحراء الغربية بصح جامي شفناها بهذا الفاصل، فريمون تشاتنا والله العلي العظيم، عطاهم الصحة لحقوا بالميساج أفضل ما يمكن. عمل فني اشتغل فيه ممثلون وتقنيون من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بشكل احترافي تلقوا تكوينا من مؤطرين جزائريين. هذه الخطوة
الأخيرة اللي عانونت بها يعني هذه المسرحية هي يعني حقا تخدم صميم إرادة الصحراويين وقيمهم من أجل التحرير والمقاومة، ولكن هي رسالة للعالم بأن يعني حقا يعني نستهل تجربتنا ونستهل يعني تاريخنا ونستهل قيمنا من ثورة نوفمبر. بمثابة الإعلان الرسمي عن تأسيس وإنشاء المسرح الوطني الصحراوي المحترف، وهذا يؤكد بطبيعة الحال دعم الدولة الجزائرية للقضية الصحراوية على المستوى الثقافي كما تدعمه على مستويات عديدة أخرى. كنا قد بدأنا بهذا المشروع الطموح الذي تحقق اليوم على أرض الواقع، وبعد هذا إن شاء الله سيكون لدينا تعاون آخر على المستوى الشقة السينمائي الأدبي وغيرها من المجالات الثقافية والفنية. هي صورة ثقافية لكفاح شعب نضل من أجل العيش بكرامة، وشعاره ألا شيء يعلو فوق الحرية. في أخبار الرياضة، أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد البطولة الإفريقية للأمم في المرتبة الثانية أمام المنتخب المصري بنتيجة 29 مقابل 21 إصابة في نهائي النسخة 26 والتي اختتمت بمصر. المنتخب الجزائري ضمن التأهل إلى كأس العالم والملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس بعد مشوار مميز عاد فيه أشبال المدرب فاروق دهيلي للواجهة بعد عشرية كاملة من الغياب. فألف ألف مبروك بهذا الإنجاز القاري. الحمد لله، ربي وفقنا وانتهنا يعني تأهلنا بطولة العالم ولعبنا نهائي بطولة الإفريقية. لاعبين كامل قدموا مجهود كبير، الطاقم الفني نفس الشيء، يعني أي حاجة عندنا في كمجهود ولا قدمناه في الملعب. الحمد لله توفيقا من عند ربي سبحانه، وين أخذت يعني أحسن خلفي متوسط. نشكر جميع اللاعبين اللي ساعدوني، يعني خاصة الخلفيين والمدرب، يعني كمان كذلك قدم يعني نصائح لنا على طول البطولة. وفي الحدث الإفريقي، كان كوت ديفوار ولحساب الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا لكرة القدم يواجه منتخب غينيا الإسيوائية نظيره الغيني، في حين يلتقي المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب الإفريقي 7 مرات يلتقي مع منتخب جمهورية الكونغو. ولحساب نفس الدور من المنافسة، تأهل المنتخب الأنغولي إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه العريض على نظيره الناميبي بثلاثة أهداف دون رد، في حين خطف المنتخب النيجيري بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه على المنتخب الكاميروني بنتيجة هدفين. وفي كرة القدم المحلية، والحساب الجولة 15 والأخيرة لمرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة، يواجه اليوم اتحاد الجزائر فريق نجم مجرى بملعب 5 جويلية بالعاصمة. هذا وتواصلت أمس مباريات هذه الجولة حيث تفوق شباب بلوزداد على ضيفه شبيبة الثورة ب3 أهداف لهدف واحد، فيما حسمت شبيبة القبائل مواجهتها مع اتحاد سوف ب3 أهداف لهدفين، بينما فاز اتحاد بسكرة على ضيفه أولمبي شلف بهدفين نظيفين، في حين افترق نجم بن عكنون ومولودية البيض على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. داخل منطقة العملية، إنه التعادل. ختاما، ومن قلب التنافس الرياضي يبرز الفن كسفير للأخوة بين الشعوب الإفريقية، مبدأ جسده الرسام فواز جليد الذي نقل إبداعاته من سطيف العالي إلى كاتيولا الإيفوارية كعربون وفاء وأخوة وجسر تواصل بين الشعبين الجزائري والإيفواري. مفادنا إلى كوت ديفوار بلال بوزيدي رافق الفنان فواز خلال جولته الفنية وأعد التالي. ترك الأثر الجميل حيث محل ميزتهم وتشريف علم بلادهم من خصالهم.
تصادفت مع هذا الجدار وين جاتني فكرة. دخلت الفندق مع الزملاء تاعي المناصرين، قلت لهم طرحت لهم الفكرة، قلت لهم خالتي كاين حيط منا، حاولوا نديروا حاجة شابة ونجسدوا حاجة في البلاد اللي هنا. وقالوا لي ماشي، قال لي ما حتى مشكل، استجابوا النداء تاعي وعطيهم الصحة. بصمة جزائرية في كاتيولا كان هدف الجماعة، باش نخليو بصمة تاع الجزائر هنا في هذه المدينة المضيافة. تجسيد لوحة فنية عبر شارع الرئيس أرادها الرسام فواز أن تكون تكملة للوحاته العديدة. مؤسسة تعليمية على مستوى الجزائر 58 ولاية ملقب بين ابن بطوطة الحيوط، كي نشوف حيط الجي اي دي في راسنا أفريقيا المباشر. مشاركة سكان كاتيولا في رسم اللوحة سيبقى شاهدا على قوة علاقات شعوب القارة الإفريقية مع الجزائر. دولة أعطيهم الصحة، استجابوا النداء، ربي يحفظهم إن شاء الله. وبدينا نجسدوا في الفكرة، لقيت تفاعل كبير مع الشعب يتحمس، وجسدت الطبيعة تاعنا، رسم جبال جرجرة مع محطة تلاقيل، ودرنا فكرة هكذا جسدنا لهنا ومع مقام شهيد معلم من معالم الوطن والمعلم البارز في الجزائر كامل. تحية من الجزائر إلى كوت ديفوار، رسالة أنصار الخضر. العالم تاع الجزائر عامة والعالم تاع كوت ديفوار بلادي الجداري مشاركين فيها كامل كامل كمواطنين كوت ديفوار والجزائريين. من هنا مرة جزائريون، ومن هنا أيضا مرة تلفزيون الجزائري في مدينة كاتيولا التابعة لبواكي، مبعوث التلفزيون الجزائري لبواكي بلا البوزي. ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدينا، السلام عليكم.